احنا يصعب علينا ان احنا نودع زميله عزيزه، لكن يعني زي ما بنقول عزائنا الوحيد ان هي راحه لقناه زميله، كان الاستاذ انجي قعدت معانا سنه وشهر، كان لازم نشكرها على الفتره اللي قعدتها معانا. من اول يوم ما شفتش غير الدعم، بجد بشكركم جدا. التقدير ده اللي شفته النهارده هيفضل معلم طول عمري.